Barakatillah. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, yani tastariqu an-nadar min an-nafida, Sophie a vu que la gouttière débordait. La gouttière, yani Sophie شافت واحد la gouttière بحال تنقولوا حنا ساقيه. لقاتها débordée, yani عامره بالماء. Et qu'il en tombait un grand jet d'eau de pluie. وهذيك الساقيه كيترموا فيها بزاف ديال الماء كتير. يعني عامره بالماء ديال الشتاء. D'accord? Elle s'est souvenue à ce moment-là, يعني تذكرت في ذلك الوقت, que les cheveux de son ami Camille frisé, تفكرت بأنه الشعر ديال صاحبتها سميتها Camille frisé, يعني كيتبوكلاو mieux quand ils étaient mouillés. كيت شعر صاحبتها إلا فزقاتو بالماء تيتبوكلا ليها. ألوغ أشنو قالت مع راسها؟ Si je mouillais mes cheveux, إلا أنا مشيت بللت الشعر ديالي moi aussi, s'est-elle dit, قالت, il friserait peut-être. T'en arrête boucle l'IA. Moumkin, غالبا. Et voilà Sophie qui sort malgré la pluie. Walihada, Sophie katkhruj rougma al-matar et qui met sa tête sous la gouttière. Wakat dirasa, teht dik la gouttière. Lifia, bhara kasagia. Kat rasa kat Sophia. Lorsqu'elle avait été bien mouillée, menin katrasa b'annaha kulaf zgat. Elle est rentrée au salon, dans le salon de Yaldaro, et s'est mise à essuyer sa tête avec un mouchoir. Au bqat katmsah rasaha bwahed le mouchoir. En ayant soin de rebrousser. Au fnous le waqt katahawl terja rasaha llour, rebrousser katahawl terja sh'arha llour pour les faire friser bach tkhliyhom ykounou boukliyin. Mais elle s'est soudain trouvée nez à nez avec sa maman. ولكن واحد اللحظه لقات راسها مقابله يوم ما فاس فاس يعني وجها لوجه صوفي توت مويي صوفي يعني كلها حوايجها فازقين كلها فازقه لي شوفو دريسي كوم دي كلو كان شعرها واقف بحال شي مسامر لاغ افاغي كانت خائفه جدا غيست ايموبيل بقات بلاصتها ما كتحركش اي ترومبلونت ترتعش ماشي من البرد من الخوف من الخوف La maman étonnée d'abord, l'homme ديالها كانت في الاول étonnée متفاجئه في الاول, lui a trouvé une figure tellement ridicule. بان ليها وجه بنتها tellement يعني مضحك بزاف. كي لا ديك éclaté de rire اللي خلى الام تاعها كتموت بالضحك عليها. اش قالت لها ماما؟ Voilà une belle idée que tu as eue. قالت لها مزيان هاد الفكره اللي درتي في راسك مادموزيل انيسه, lui dit-elle. Si tu voyais la figure que tu as, قالت لها كوشتي وجهك كي داير tu riais de toi même, قالت لها غتضحك على راسك براسك. Je t'avais pourtant défendu de sortir, قالت لها انا اصلا منعتك من انك تخرجي. Donc اذا pour ta punition ومن اجل العقوبه ديالك tu vas rester à dîner comme tu es, قالت لها غتقعدي تعشي معانا كيف ما انتي. Les cheveux en l'air, الشعر الفوق, la robe trempée, وكسوتك فازقه. D'accord. نعاودها ولا بلاش ما نعاودها؟ اش بالكم نعاود النص ولا ما نعاودوش؟ يلا عطوني شي جواب باش نشوف واش نعاود ولا ما نعاودوش. نعاود النص ولا نصافي نفوتو؟ داكور حنا. الوغ دابا نشوفو اش بالكم هنايا. مرحبا دليلة, فهمتوا؟ داكور مزيان. شو دابا شوفوا مزيان. دابخي كونتيس دو سيغور, اشنو كنقول لكم دائما وقت ما شفتوا دابخي, اذا اش كيتباعها؟ اش كيتباعها؟ كيتباعها اسمو الكاتب. داكور هو هذا كونتيس دو سيغور. وشنو تحت منه؟ واش كنت قلت لكم البارح الا عقلتوا لقينا واحد الموحد مسترين على واحد الكلمه او اكسبرسيون. الوغ لي مسترانا هي لي مالور دو سوفي, راه غير مشكل عندهم همايا. شوفوا فين العنوان, ها هو العنوان ولكن كامل هنا. ملي كتلقاو كيف ما قلت لكم كاينين مصطلحات صعيبه ولكن نشرحوهم لكم. ملي كتلقاو هاد رقم واحد رقم جوج راه كيشرح هنا كيشرحوهم لكم لتحت. ملي كتلقاو شي حاجه تحت من النص مسطره عرفوا بان هي اسمه الكاتب, زعما باردون الكتاب.
Alors, d'après Comtesse de Ségur, alors Comtesse de Ségur, ou Ism Katib, les malheurs de Sophie, ou Ism Kitab, roman, l'achetons, je ne vais pas vous dire, roman. Et à نوعية النص نوعية ماشي نوعية نوعية الكتاب. إذا أن هذا النص هذا مقتبس من رواية أو مجبود من رواية، جبدناه من رواية، هذا مقتطف من رواية، غومون هو رواية، حيت الأنواع الكبرى اللي عندنا حنايا كاينة غومون الرواية، كاينة عندنا لا نوفيل اللي كتقراو هاد العام اللي هي القصة القصيرة، وكاين عندنا لو تياتر اللي هو المسرح، وكاين عندنا لا بويزي اللي هو الشعر. ولكن شنو هما لي سو جونغ؟ حنا كنقولهم لي تيب. ألوغ لو غومون كاين فيه بزاف لي تيب، ممكن يكون ان تيب ناراتيف ديسكريبتيف انفورماتيف ارغومونتاتيف صافي. الوغ عقلو لو رومون راه هو النوع الكبير، و ناراتيف هو النوع الصغير، زعما النوع داك النص اللي جبتي شنو اش من نوع. رومون يعني روايه كامله، ولا قلتنا لك في وسط الروايه كنلقاو انواع ديال النصوص. هذا مثلا ناراتيف واحد نقدر نلقاو فيه الوصف وغاديين صافي. الوغ دابا نمشيو ونشوفو السؤال الاول. اش قالو لنا في السؤال الاول؟ اوبسيرف attentivement les éléments d'information. Il y a un les éléments d'information. Les éléments les indiqués en bas du texte. Puis répond aux questions suivantes. Ou je vous à quel public بيبليك وي موي خديجه هي فاسقه هي فاسقه شاجه اللي كتكون مبلله. اكل بيبليك دو ليكتور سادريس برينسيبالمون لو ليفر دونت اون اتيري لو تيكست. قال لك اش من فئه عمريه لو بيبليك هو الفئه، هو الجمهور، او نقدروا نقول الجمهور، الجمهور لاي اش من الجمهور ديال القراء هاد الكتاب كتبوا مولاه لمن كتبوا، يعني واش كتبوا لي زونفون ولا لي جون شباب، ولا مثلا لي زادولت البالغين، ولا مثلا لي في بيرسون يعني الناس الكبار. الوغ حنا باش غادي نعرفوا المعلومه غنمشيو لهنايا وغنبقى نقلبوا وغادي نلقاو كوليكسيون جونيس. هاد جونيس هي الشباب، يعني هاد الكتاب هذا مديور للشباب، الدراري اللي تيكونوا كبار شويه. الوغ مديور وغادي نكتبوا، غادي نديروا غير هادي جونيس. بتقولوا جونيس، بتقولوا جونيس، ماشي مشكل صحيحه، درتو جون هي صحيحه. وغادي نقولوا امات الله وعليكم السلام، وي الهام جونيس او جون داكور لي جون وي. وغادي نقول ليكتور الوغ ا هذا إلي بوغ لي جون، درناه بالنسبة للشباب داكا. دابا نمشيو اللي بيكتب جونيس صحيحة، اللي كتب جونيس راه تا هي صحيحة ماشي ما صحيحاش. ألوغ نمشيو دابا للطابلو ديالنا. شنو طلبونا من الطابلو؟ شحال من حاجة، أربعة الحوايج. ألوغ قالو لينا تيتخ دو لوفغ، طلبوا منا كذلك جونغ ليتيرير، كذلك إديسيون يعني دار النشر شنو سميتها، وأخيرا لو نوم دو لوتور اسمو الكاتب. وهاد المعلومات كاملهم غنلقاوهم تحت من النص. عندنا أول حاجة شنو قلنا لكم قبيلة، لو تيتر دو لوغ هو اللي لقيناه مسطرين عليه هنايا، هو اللي مسطرين عليه هو هذا، هذا هو لو تيتر دو لوفر داكوغ. لي مالور راه الكمالات تاعتو هنايا، لي مالور دو صوفي. وغادي نكتب لي مالور دو صوفي. لو جونغ ليتيرير النوع الادبي ديالو هو تخي بيان، سي ان رومون فوالا، ها هو مكتوب هنايا. يعني ديجا ما عطيتكم، غتقولوا لي استاذه ولا كيفاش دائما غنبقى نعرفوها؟ دائما ملي تيكونوا طالبين منكم لو جونغ، دائما وقت ما طلبوا منكم لو جونغ وانتم ما عرفتوش واش نوفيل ولا رومون، دائما نشوف من تحت النص المعلومات اللي تحت لكم تحت النص غادي يعاونوك، ما خشي ما غتلقى الجواب تمايا. الوغ جونغ ليتيرير رومون، لانهم عارفين بان التلامذ
ما كيعرفوش، ما غاديش يعرف انا انا لولانيه كاستاذه الا حطيتي ليا واحد النص وقلتي ليا قولوا لي شنو قولي لي شنو هو لو جونغ ديالو، ما يمكنش نعرفو الا انا ما قريتش لذاك الكاتب. الا ان داك الكاتب كنعرفو تيكتب لي رومون غادي نقول لك رومون. مثلا عطاكم فيكتور هوغو وقالوا لكم لو نون دو لوتور هو فيكتور هوغو ولو جونغ دو تيكست محطوش لكم لتحت، نتوما ما كتعرفوش شكون هو فيكتور هوغو، واش هو تيكتب قصص مسرحيه ولا تيكتب لي فابل ولا تيكتب لا بويزي. اذا غادي تكلفوا انا كاستاذه غنعرفوا، وغنكتب لهم مثلا انا غنكتب لهم مثلا الا شداك النص اللي كاتبه هو غادي نقول بانه رومون. علاش؟ لان انا كنعرف بانه فيكتور هوغو تيكتب لي رومون وغادي يكتب هنايا نوع ادبي رومون. يعني ماذا؟ نهار الامتحان نتوماي راه ضروري ما يحطوا لكم شي معلومه اللي كتبين على لو جونغ صافي. ولا ليديسيون هي اشيت باش عرفناها بارفو تكتبوها لكم كامله باش عرفنا اشيت حيت كتقول كسده في كيفاش تعرفتيها. ها نتوما شوفوا معايا مزيان هنا هيا اد شنو معنى نتا اد راه هي اديسيون غير اختصار ديال الكلمه. بارفو كتلقاوها مكتوبه كامله، بارفو كتلقاوها مكتوبه غير او دي. يعني ماذا؟ يعني داكشي اللي حداها غنكتبو، هادي ما غنكتبوهاش، غنكتبو غير اشيت صافي. الوغ اشيت لو نون دو لوتور هو اللي شفناه في الاول اللي هو كونتيس، كتكتب كونتيس وكتقرا كونتيس. الوغ كونتيس سيغور صافي. هذا مزيان امين باش ننصحكم في لا برودكسيون كريت اللي خدمناها هنايا، حفظوها باش ما تعرفوا تطيحوا في شهاده سميتو. استاذه الا كملنا الجمله الدوسي ماشي مشكل، غير هو من احسن شي حوايج لي بحال هكا. الا كتبتي اد اشيت صحيحه ماشي صحيحه، غير من احسن على حسب المصحح داكو. المصحح هو اللي غادي يقدر يكون يدير معاك المشكل فيه اللي كيسطرو تحت منه. امات الله غير العنوان اللي كيسطرو تحت منه، الا ما سطروش لك عليه كيف ما قلت لكم، يا اما كتلقاو هو الرقم جوج من بعد اسم الكاتب، يا اما الا لقيتو مسطر راه هو سميتو هو اللي داير. او عبد الله ولدي راه شنو هو الحل الا ما حفظتيش لي فيرب؟ شنو هو الحل؟ ما كاين حتى شي حل من غير انك تحفظ. نمشيو دابا نشوفو لا كيسيون 2. قال لك اسيدي غولي بيان لو تيكست، قال لك غتعاود تقرا غولي بيان لو تيكست، يعني اعيد قراءه النص دي سي الي بلوتو. هاد النص اللي قريتي واش هو يا اكسبليكاتيف، يعني كنشرحوا فيه شي عنده علاقه بشي، مثلا كنشرحوا الحياه ديال الانسان او يعني ثقافه عامه، ولا ناراتيف ناسون سير ديال يحكي قصه، ولا انفورماتيف اللي هو مثلا كنهضروا فيه مثلا كنعطيو معلومات حول شي ظاهره، حول مثلا التليفون، حول مثلا التلوث. الوغ اش بان لكم سي ان تيكست ناراتيف؟ واش كنت قلت لكم اخر حصه دائما في الامتحان الموحد كيعطيو ناراتيف قليل فاش كتكون ديسكريبتيف، وراه كاين الفرق بيناتهم. ما كتعرفوا مني انا مثلا كنقبط واحد الشخص في النص كامل وكنبقى نوصف تنقول لك لو فيزاج ديالو لا بوش لو ني ايل بورت ونص كامل وغادي غير وصفي، ما غاديش نقول ناراتيف غادي نقول ديسكريبتيف. اما الا كانت النص الاغلبيه ناراتيف وشويه ديال الوصف غتكون ناراتيف، وغادي نكتب ناراتيف. La question 3. La question 3. Alors, je nous gagne une effet. Sur la loi, narratif, mesien. Galic, en te référant au texte, yani, men khila, nous l'indic. انديك سي شاكون دي بروبوزيسيون، قول لينا كل جمله من هاد الجمل اللي غتشوف لتحت واش فغي ولا فوس، واش صحيح ولا خطا. صوفي ا اكسبوزي سا تيت الو، قال لك صوفي حطت راسها في الماء دو بلوي يعني ماء المطر بور سو لافي لي شوفو باش تغسل راسها شعرها بلوتو كي تي سال اي بوسييرو لانه كان متسخا ومليء بالغبار، واش صحيح ولا خطا؟ فوس خطا لانه هي اصلا كان هدف تاعها هو انها تخليه يكون بوكلي. الوغ هنايا فوس.
Sophie avait une drôle de tête. يعني صوفي كان شكلها مضحكا lorsque c'était mouillé les cheveux. حين بللت شعرها. Vrai, لأن أمها بقات كضحك عليها. D'accord? وغادي نقولوا la première فيها A. Fausse. Ou l'autre vrai. D'accord? J'ai d'abord la question 4. Fausse, vrai, mzien. Alors, j'ai d'abord la question 4. Qu'a ressenti Sophie? Bimada a hassé Sophie une fois face à sa mère. شنو كان الاحساس ديال صوفي وهي كانت قدام الام ديالها؟ احساس ديال اش؟ ديال الخوف. الوغ ما عرفناش نقولوا لا بور، نقدروا نقولوا هادي هاد الجمله هادي لير افاري. لير افاري علاش انا قلت لكم هادي وقلت دابا شعرفتيها. نمشي لخمسه نشوفها في لا ديفينيسيون. هاني غنلقاها رقم خمسه، ما معنى افاري؟ وغنمشي وغنلقى افاري كي غوسون اون غروند بور، يعني كتحس بواحد الخوف كبير جدا. وغادي نقول انايا لو سونتيمون اللي عندي هنايا اللي قالوا لي هما، هنايا غنكتب افاري و جوستيفي تا ريبونس باغ اون اكسبرسيون دو تكست. وقال لك جبد لي من النص عباره اللي كتبين على الجواب ديالك الاولاني. الوغ العباره كاينين ثلاثه، كاينه هادي لير افاري غنعاودو نكتبوها، ولا نقولوا ريستي ايموبيل اي ترومبلونت، يعني بقات بدون حراك وترتعد. ترتعش مناش من الخوف ماشي من البرد. داكوغ. وغادي ندير انا غنكتب مثلا لا بور الخوف، اللي ما عرفش يكتب لا بور يقدر يقول افاري. داكوغ. وقال لنا عطونا لا جوستيفيكاسيون افاري افيك دو زير افاري فين هي لا لير افاري صافي صافي لير. دابا لا جوستيفيكاسيون اللي غادي ندير اللي غنحط ليهم كاينين بزاف، انا غنكتب لكم اللي كاينين، ولكن نتوما نهار الامتحان غنطلبوا منكم غير وحده اون اكسبرسيون. تقدر تقولي مثلا لير افاري ولا وحده فيهم، يا اما هادي يا اما هادي. ريستي ايموبيل، ريستي ايموبيل اي ترومبلانت، هادو هما اللي كاينين ما كاينش من غيرهم. صافي فوالا. بور ياسين هي صحيحه. لا بور سوها ما كتكونش في الاخر او. صافي الوغ نمشيو دابا كار لير افاري مزيان. حنا غير اللي مهم عندنا يا اما نديرو الاولانيه يا اما نديرو الثانيه، باش ما نديرو باش نديروهم بجوج. لا نهار الامتحان احترموا السؤال كيف ما تنقول لكم دائما كنوصيكم عليها. نمشيو دابا السؤال رقم خمسة. Voilà une belle tête, une belle idée que tu as eue, mademoiselle. A dit le jumla, je connais Galta. Galta, l'om diala. Dans cette phrase, est-ce que, fait le jumla, ashnou kasd l'om, ashnou hadaf a fait le jumla. Wesh, la maman félicite sa fille pour l'idée originale qu'il a eue. Wesh, l'om kent kathen ebenta, belfikra l'idart frasha. Oula, la maman encourage sa fille à avoir toujours de telles idées. ولا الام كانت كتشجع بنتها انها تبقى دير هاد الافكار في راسها. غير وحده نرمين، غتكتبي غير وحده خديجه ماشي جمله، بغاو اكسبرسيون جمله كلها. لا داكوغ. وعلى حسب المصحح ولا لي تري بور، ماشي لي تري بور، الا تري بور، الا تري بور. ولا لا مامون سو موك دو سا في ادافوار اون ايدي باغي، ولا الام تاعها كتستهزئ من بنتها على الفكره اللي دارتها في راسها. اذا اش بان لكم يا عبد الله مناف تري بيان؟ سي لا فراز 3، هذه هي الجواب الصحيح. داكوغ. حيت ما قالت ليها في النص، قالت لها كون شتي راسك، قالت لها شحال وجهك كي وليتي دايره، قالت لها سير شوف راسك في المرايه وغادي يبان لك. وسادة في التعليق خصنا نكتبوا ديك جوستيفيكاسيون، عاد نكتبوا الجمله ديال التعليل. هند لا ماشي بالضروره، غير انا باش نتوما من تكونوا غتصحوا تبان لكم. انت اللي غديري ديري ديك لاباغ اللي انا درت، ديريها هكا وكتبي، سينو كتبي الاول وكتبي لتحت عطاني عريضه اخرى وديري فيها التعليل ديالك. صافي الوغ. وغادي نديرو خامسا. انا تنكتبها هاد لا جوستيفيكاسيون
باش نتوما تصحيح ما تديروش ما تغلطوش. لا مامون الجمله الحقيقيه هي لا مامون سو موك دو سا في حتل باغي. دابو نهار الامتحان راه كاين فيكم اللي كيمشي كيدير الاستاذ يكتب الاول وكيدير 3 بوان زعما كملتها من عندك وياكم تحف هذا الفخ تقولوا لا ما ساليتش لا شي حاجه كتكتبوا الجمله كيف ما حطوها لكم كامله من القاف حتى للقاف. انا غير مع التصحيح باش ما نشدكوش معايا بزاف داكو. هذا بالنسبه ل ا. دابا غادي نشوفوا ب باقيين في نفس التمرين. حسين اشرحي لنا 4 استاذه عاود اشرحي لنا 4 لا في اب فين هي لا سموك دو سافي ما كاينش خطا سموك دو سافي شوفوا مزيان سموك دو سافي صافي. دابا نمشيو كما قالت المادموزيل شنو قال لك هنايا كيف احست صوفي وهي وامها امامها شنو هو الاحساس يعني لو سونتيمون اللي حست به لو سونتيمون راه مكتوب لكم هنايا les cheveux dressés comme des clous, l'air affaré. يعني كان وجهها يعني كان باينه على انها خايفه يعني احساس البنت هو الخوف من الام ديالها. وقال لك عطيني دليل من النص يعني غتجبدي اما هاد لير افاري يا اما غتجبدي هادي يا اما غتجبدي هذا ريست ايموبيل اي ترومبلونت. صبره خطا لا مامون سموك دو سافي فين La maman se moque de sa fille. Ashno. Se moque de sa fille d'avoir une idée pareille. Live, Zakia Ran Khalé. Ah, voilà, t'es comme ça. Merci. Oui, les choix. Ah, c'est bien. Alors, c'est le connard. Maman, le hérasa. J'ai une chouïa, Yanin. Merci. Chokran. Yala. Nous chouïa d'abord, oui, 2 heures. C'est mon lien, ma. Alors, ça, t'as oublié la bdour kbir. دابا نمشيو نكملو لا كيسيون ا مزيان عاودو مرة ديرو ليا القضية دي حيت راه مشات على بالي. دابا حتى نحط اللايف في اليوتيوب ولا في الفيسبوك عاد غتبان ليا الخطأ. ميرسي ياسمين ال وي في افيك دوزيل. الوغ نمشيو دابا نشوفو الكومالان تاع السؤال 5 قاليك غوليف اون فراز دو تيكست كي جوستيفي تا ريبونس. عطيوني قاليك عطينا دليل من النص على يعني جملة اللي كتبين على لا ريبونس ديالك اللي هي هادي. انتوما قلتوا بان لا مامون سو موك دو صافي. هاد الجمله هادي حنا منين عطينا الجواب ديال ا في بي قال لك نفس الجمله عطاني الدليل من النص اللي كيبين على الجواب ديالك. كاينين بزاف كاينه هي على حسب اش قالت ليها ما قالت ليها ما نشوفوا هادي فين هي فين هي الوغ الى الوغ هنايا لا مامون ديالها قالت لها الى اكلاتي دو رير. La question, la maman veut trouver une figure tellement ridicule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de la phrase à dire? Les qui t'aiment à jouer bien là? La maman lui a trouvé. Le mec t'as dit. La maman lui a trouvé une figure tellement ridicule qu'elle a éclaté de rire. À une. Ou tiens, voilà une belle idée que tu as eue, mademoiselle. Yek ou là, on a dans le si tu voyais la figure que tu as, tu ris de toi-même. يعني هنايا الجمل اللي كيبينوا بان امها كتستهزئ منها هما دابا هادو اللي غنكتب. نعيمه شنو غنعاود؟ لا ياسين كنخلي اللايف اي لايف درنا لحد الان كلشي دار كلشي تحط حتى حاجه ما تحيدات. الو لا جوستيفيكاسيون عندنا في بي لا جوستيفيكاسيون قال لكم جبدوا غير فراز وحده حنا غنجبدوا جوج ولكن نتوما مع الامتحان كتبوا كل شيء. كاينه وحده ديالت فين هي فين شناها لا مامون ها وحده لويا تروفي اون فيغور تالمون tellement ridicule
qu'elle a éclaté de rire. هذه الجملة الأولانية. الجملة الثانية اللي احنا ممكن نكتبوها هي سي tu voyais ta ياك يا ديك ta la figure là la figure que tu as tu rirais de toi-même tu rirais de toi-même هادو هما جوج ديال الدلائل يا اما غتكتبوا هادي يا اما غتكتبوا هادي هي ما تكتبوهمش بجوج صافي داكور فوالا نمشيو دابا لا نمشيو دابا فين نمشيو دابا نمشيو دابا لا لونغ جو كرويا لا باقين السؤال 6 لاحظتوا بانه السؤال 6 دائما كيعطوكم انكم نتوما اللي كتهضروا على كتعطوا الراي ديالكم سوسان شكرا الوغ برشلوني شنو ما فهمتيش الوغ نشوفوا دابا السؤال 6 5 سؤال 5 ولدي من خلال الجمله حنا اللي ستينا صحيحه هي هذه اللي كتبيني بان الام كتستهزئ من بنتها قال لك مادام انه ستي الجواب صح هو هذا اعطيني من النص اللي كيبين الجواب ديالك بان الام فعلا كتستهزئ من بنتها وحنا جبدوه من النص جوج الجمل اللي كيبينوا بان الام كتضحك على بنتها كاينه هذه ديال اكلاتي وكاينه اخرى اللي قالت لها ماما هاكم شتي وجهك كي داير كون ضحكتي على راسك براسك داكو الوغ نمشيو دابا السؤال 6 السؤال 6 شنو مطلوب منا قال لك كومون تروف تو لا مانيير دون صوفي ا ايتي تريتي بار سا مير قال لك كيفاش بانت لك الطريقه اللي صوفي يعني اسمي اش نقول لكم الطريقه اللي تعاملت بها الام مع صوفي ا لا فان دو تيكست يعني في الاخر ديال النص شنو هي الطريقه شنو قالت ليها شنو قالت لها في الاخر ديال النص قالت ليها دونك بور تا بونيسيون بالنسبه للعقوبه تاعك تو فا ريستي ديني كوم تو قالت لها غتبقاي غتعشي بهذا الشيء باش جالسه لي شوف فازقين وشعرك حتى زعما شعرك لا شعرك الفوق وكسوتك فازقة الوغ كيفاش جاكم تعامل كيف ما قال لكم هنا في النص رقم 6 كيفاش جاكم التعامل ديال الام ديالها مع البنت اكسبليك اون اون فراز بوركوا قال لك علاش الام كيفاش جاتكم الطريقه باش تعاملت الام مع بنتها بهاد العقوبه اللي عطات لها يعني زعما نتوما بطريقه غير مباشره تيقول لكم كيفاش جاتكم العقوبه ديال الام بالنسبه لبنتها انا بالنسبه ليا شويه قاسحه على حسبكم كلكم نتومايا لا ستاوي دليل على حسب التعبير ديالكم واش سؤال سته جميع الاجابات كيقبلوهم لا غير هدى تيقبلوهم بالحق يكونوا معقولين ما تكونش حاجه يكونوا معقولين بسمه امل شنو هي نيجاتيف شنو قصدي بسمه امل شنو هي نيجاتيف واش كيتعاملوا على الكلمات اللي ما كانوش مضبوطين لا دليله بالنسبه امتى كيبدا التصحيح ديال الكلمات وتيحسبوهم في الانشاء اما في لا كومبريونسيون ملي كيعرفوا بانك هل قصدتي بهذه الجمله واخا التعبير خطا ما تيصحوا لك الاخطاء ولكن ما كيحسبوا لك النقطه كامله الا كانت الفكره صحيحه ما تكونش فكره مخربقه اما بالنسبه للانشاء هي فاش كيتحسب كل شيء لا لونغ الا عندك الكونجوغيزون خطا ما تيعقلوش عليك مثلا مونجوري على فان خاص تكون اي اس وانت درتي غير اي كيتحسب لك خطا لان اي راه فيتور و اي اس راه كونديسيونال بريزون صافي الوغ فوالا انت متفقه مع حتى انا نقدر نقول على حسب كل واحد فيكم ولكن حنان الا قلتي جو ناكسبت با خاصك تقولي علاش ماشي غتقولوا جو نو سوي با داكور ولا جو ناكسبت با صافي تحبسوا داكور انا غادي نقول انا بيان سور جات انا منكم جاتني العقوبه شويه قاسحه على البنت لان ممكن تمرض ممكن يضربها البرد انا غادي نقول فوالا انا معكم في هادي غادي نقول جو نو سوي با داكور افيك لا مامون جو نو سوي با داكور افيك لا مامون اول حاجه عطيت اداء شنو هو انا واش انا مع او ضد انا دابا ضد عاد غنقول علاش كار cette punition لان هذه العقوبه
très, cette punition est très sévère. يعني هاد انا بغيت نقول زعما انا ما نطيقش مع هاد الام هادي لان هاد العقوبه شويه قاسيه على البنت. كاين اللي غايقول جو سوي داكور افيك لا مامون كار صوفي نا با اوبيي ا سا مير. انا متفق مع هاد الام هادي لان صوفي ما تعرفش الاوامر ديال امها. كلش غادي يقول غير المهم نتوما يا كنتو داكور قولوا علاش تكون الفكره صحيحه، كنتو مع قولوا علاش تكون الفكره صحيحه صافي. يا ضد يا ضد يا سميتو. الوغ بالنسبه لي لي بوين دو فيو غنخليهم تنصحهم لكم. دابا غنمشيو مباشره لا لونغ. لا لونغ شويه معلكشه كيف ما قالوا بعض التلاميذ لان فريمون فيها خدمه. الوغ شنو هو السؤال الاول؟ السؤال الاول هو لا لونغ كثيره بزاف، انا جاتني كثيره. ريبرودوي لو طابلو سي دوسو سور تا كوبي. قال لك غادي تعاود تنقل هاد الطابلو في لا كوبي ديالك في الورقه ديالك بوي كومبليت لو كوريكتومون ومن بعد غتكملو بطريقه صحيحه افيك لي زوتي غتكملو عن طريق الاساليب غراماتيكو يعني اللغويه سوليني دون لو تيكست يعني اللي سطروا عليهم في النص. شنو عندنا هنايا؟ عندنا من خلال النص عندنا خصنا نجبدوا واحد اكسبرسيون غير عباره ماشي جمله، اكسبرسيون غير عباره، اكسبرسيون دو لوبوزيسيون، وخصنا نجبدوا اكسبرسيون دو لا كونسيكونس، ونجبدوا اكسبرسيون دو لا كومباريزون، عاد اكسبرسيون دو بوت. وفينا هما هادو؟ هما محطوطين هنايا هادو. قال لك هادو هادو اللي مسطر لك عليهم في هنا في سميتو هما باش غتكمل الطابلو داكوغ. الوغ بوغ اش بان لكم نتومايا اكسبرسيون دو بوت مي لوبوزيسيون كوم هنايا سي لا كومباريزون المقارنه دونك سي لا كونسيكونس داكوغ. وغادي نديرو انا الطابلو غادي نقسمو على غادي نديرو على ربعه الخانات وانتوما راه غتكملو نتوما راه عارفين الترتيب. هنا شنو كاين عندنا؟ هنا عندنا اوبوزيسيون، هنا عندنا كونسيكونس، وهنا عندنا كومباريزون، وهنا عندنا بوت. ما بغيتش نكتب كلشي راكم نتوما عارفينهم. الوغ من خلال النص هذوك اللي مسطرين مي راه ديال لوبوزيسيون، كونسيكونس ديال تا هي دونك، كومباريزون هي كوم، و لو بوت هي بور. صافي مزيان. مي لا ولدي ياسين، مي راه ماشي لو بوت، مي راه عندها علاقه بالافكار المتناقضه. مزيان كونسيكونس دونك سميره دونك ما كتكتبش ب ا كتكتب ب او. عافاكم ردوا البال كنعاود نقولها لكم. الله يخليكم الله يجازيكم بخير. نهار الامتحان الا عطاوكم الكلمه صحيحه كتبوها صحيحه، راه تلقى دونك مكتوبه ب ا ان سي والله بنتي تيحي ديك نقطه. الاستاذ راه كيحسب بانه بحال استفزيتي تيقول مع راسو او بلا عباد الله، واش حنا عاطينهم الكلمه صحيحه وتكتبوها خطا تما كيتحسب لك صفر. الله يخليكم بداو تردوا البال. الا جبتي فكره من راسك راه تيتساعد معاك في التصحيح، اما الا عطاك كلشي في القيس في الكتاب في الورقه باش تنقلها كي ما تحطات وما زاد تخطئ فيها راه ما كيتعاقدوش معاكم صافي. مي بوغ كوم اي راه عرفناهم مي بوغ كوم دليلا عطينا في الطابلو شنو غنديرو فيهم. الو دابا غنمشيو لاخر ليكزارسيس لي هويا دو. ليكزارسيس دو شنو قالو لينا؟ غيكخي اعد كتابة الجملة التالية en mettant le verbe ou le verbe entre parenthèses. Adal le verbe entre parenthèses galik ratrdouf le présent de l'indicatif et en effectuant toutes les transformations nécessaires. Hada ara chouya دائما في الامتحان الجهوي عافاكم الاسئله ما تقراوهمش قراءه وحده راه ما كافياش، قراو عاود قراو عاود قرا تفهم. ها هي الجمله يادي كولا قال لك هذا اللي بين قوسين هما راه مصرفينو في لامبارفي. قال لك غتردوا في لو فيتور زعما في لو بريزون
وعاد غادي نخدمو. انا نعطيكم الجمله هكا باش تكتبوا، باش نكتبها كيف ما تحطات ودي ساعه نشرحوها. ها انتما ها الجمله، الجمله هي هادي: سي tu voyais ta figure, virgule, tu rirais de toi même. شنو هو السؤال؟ قال لك السؤال هذاك لو فيرب لي اونتر بارونتيز هذا غتبدل ليه لو طون، غادي يولا لو طون تاعو لو بريزون. D'accord, غتحيد لو غادي بلاصتو لو بريزون، غادي ندير بلاصتو لو بريزون وغادي يولا سي tu vois. ها وحده وباقي ما كملتيش. اذا حنا غنحضروا القاعده اللي عندنا. الا انا عندي في الجمله سي تابعة لو بريزون، اذا لو بريزون اش كينتج عليه؟ شنو كيتبع لو بريزون؟ كيتبعو لو فيتور. اذا هنايا ما بقاتش غير اللي غنبدل حتى لو فيرب ديال لا دوزيام فراز لي هويا غيغي تا هو غنردو في لو فيتور، وغادي ندير tu rira وغتولى اس. صافي بحال هكا. الا قال لكم مثلا بين قوسين لو فيرب لي بين قوسين ردو في لو بريزون، وانت لو انت غتردو في لو بريزون وغترجع ليكسبرسيون لي عندك، غتلقى بانها سي. ملي كتلقى بانها سي كتحضر القاعده اللي كنتي عاقل عليها. اش غتقول مع راسك؟ سي بلس لو بريزون كتعطيني لو فيتور. اذا شنو خصني ندير؟ هذا بدلت لي لو طون ديالو، خصني تا لا فراز الثانيه تا هو نبدل لي لو طون ديالو، يعني غنردو هنا كان كونديسيونال بريزون، غنردو لو فيتور غادي ولا tu rira. مزيانه؟ وي rira مزيان. يعني هاد التمرين الثاني هذا واخا ما عندكش غير هو، الا شفتوا راسكم وحلتوا فيه نعاود نقرا ونعاود نقرا ونعاود نقرا حتى نعرف اش كندير. دليله بنتي خصك تحفظ الكونجوكاسيون. ما عندي ما ندير لك بنتي على فو اي ناتون. نو هذا راه ماشي فو، هذا سي لو فيرب فوار، هذا لو فيرب فوار ماشي لو فيرب فولوار. صافي الوغ دائما السؤال الا ما قريتوش من الا قريتو من الاول ما فهمتوش ما نبقاش كنعصر مع دماغي، نعاود نقرا ونعاود نقرا نقرا. واحد القضيه اخرى الله يخليكم، ما تبقاوش واقفين على واحد السؤال كتصاوبوا فيه تخلوا الاسئله الاخرين. لقيتي بان ما فهمتيش ليه خلي ليه بلاصتو خاويه واخا تكون اربع سطور وسير كمل الاخرين بما ترجع ليه. داكوغ الكون تحفظوا الكونجوكاسيون كيفاش غندير لكم؟ ما تمشيو تحفظوا. شوفوا مزيان سميره سيروا القناه عندي راه فيها لا كونجوكاسيون ديال الدوره الثانيه، غتلقاو دروس وديك الساعه غيبان لكم كيفاش تعاملوا معاه. صافي وي امينه كذا ما تنكونوا لايف. Veux c'est le verbe vouloir. اي مزيان ما فهمتش الله يحفظك. الوغ المسكين شنو ما فهمتيش؟ لا ماشي فوايي اجداد، نو ماشي فوايي، فوايي ما كاينش بعد اصلا لو فيرب فوار. ما فيش كاع فوايي في الاخر او ار. فوار سي ان فيرب ديال ثوازيام جروب في الاخر فيه او اي ار. شو دابا نشوفو. انا نعطيكم مثال بهادي، مثلا نعطيكم انا مثال اخر هادو اللي ما فهموش. مثلا نعطاك سي سي مثلا جو مثلا ريوسي اها جو بارتيري لا جو بارتيري جو بارتيري ا باري ياك هادي الجمله سي جو ريوسي je partirai à Paris. قال لك هذاك لو فيرب اللي بين قوسين مصرف ماشي لانفينيتيف، قال لك غتبدلو لو طون اللي غدير بلاصتو هو لامبارفي، غادي دير بلاصتو لامبارفي. داكوغ ولكن ما تنساش راه غيتبدل شي حاجه غتبدل. يعني ماذا شنو غندير؟ اول حاجه غنشوف الجمله فيها سي وغنتبع ليها لامبارفي، خاصني نكون حافظ القاعده لامبارفي. شنو هو لو طون اللي كيتبعها؟ كيتبعها لو كونديسيونيل بريزون. اذا كلشي غيتبدل عندي فقط غير هادو، غيتبدل هاد لو فيرب لو طون ديالو هاد لو فيرب. وغنمشي ندير سي جو وغنصرف لو فيرب ديالي في لامبارفي، حيت هما اللي قالوا لي صرفيه في لامبارفي.
حيت عارفوني راه واخا ما يقولش لكم راه شنو القضيه، راه بارفوا ما تيقولوش لكم كاع بدلو، ما تيقولكش رد البال، تيقول لك غيكري لو فيرب ريوسير ا لامبارفي، تيقول لك عاود اكتب لو فيرب ريوسير ا لامبارفي وكيخليك. وانت اش كدير؟ كتقبل لو فيرب ريوسير كتصرف بوان دو لامبارفي وكتنسى القاعده، حتى هذا غيتبدل، الا تبدل هذا غيتبدل هذا، ما تبدلش هذا ما غاديش يتبدل هذا، وغادي نقول سي جو ريوسيسي هذا لامبارفي، سي جو ريوسيسي جو، وغنصرف لو فيرب بارتير في لو كونديسيونال بريزون وغادي يولا جو بارتيغي، راه كيشبه لك الفيتور، فقط غنضيف عليه غير اس جو بارتيغي ا باري صافي مفهومه هادي؟ وي تري بيان بارتيغي. الفتره الانيق دابا حنا مشينا فتنا السؤال 6، الاغلبيه راه كيبغيو يخرجوا داكور حتى الابخي، وديك الساعه نعاود نشوفو لك السؤال 6. جيتي ولدي معطل، سؤال 6 ولدي راه مطلوب منك الراي ديالك، الراي ديالك انت الخاص، قال لك كيفاش بان لك طريقه باش تعاملات الام مع بنتها، بالنسبه لك انت الطريقه كيفاش بانت لك، واش يعني اش غتقول هنايا، واش انا متفق ولا لا، غتقول مثلا جو نو سوي با داكو، انا لست متفقا ولا جو سوي داكو، قال لك كيفاش بانت لك الطريقه، يعني ماذا، واش انت مع او ضد، وقال لك عاوتاني اعطي جمله من عندك علاش، الا انت مع قول لينا علاش، ولا انت ضد قول لينا علاش صافي. الوغ شنو دابا لا كيسيون 3، زدين هنا وحدة أخرى واخا بلاتي فيها سي، يلا مثلا عطيناكم سي تو مثلا سي تو مانجي طون روبا تو sortirai avec moi. D'accord ? Alors, mazyan. Gali ka sidi, hadak le verbe bayna qawsayn, ghatbeddli le ton dialo. Hna chno ? Ach men ton hada ? C'est l'imparfait. L'imparfait, ach kitbou ? Kitbou le conditionnel présent. Idha l'awwal haja bach ma ntkhulbch, ghansra alihom bjouj men l'awwal. Nkhlihom andi bach na'raf. Andk hada alqa'ida li kayna hna chna hiya ? Hiya si plus imparfait plus conditionnel présent. هذه هي القاعده اللي كاينه دابا حاليا اللي باقي ما بدلت فيها والو. او باش قالوا لك هنايا، قال لك بلاصه مونج لو فيرب مونجي غتردوا تحولوا في لو بريزون، غتردوا هذا في لو بريزون، غادي يولا في لو بريزون. الوغ ملي تيكون عندك في لو بريزون غتحط القاعده اللي غتجي بلاصتها هذه اللي هي سي بلس بريزون كيعطيني فيتور. اذا غنصرف لو فيرب ديالي في لو فيتور، غادي ندير سي تو، الوغ طلبوا مني لو بريزون غنردو في لو بريزون، سي تو مانج طون روبا. اذا انا صرفتو في لو بريزون ها هو حيدتو، بقى ليا لو فيتور، اذا هنا هاد لو فيرب هذا غنرجعو لو فيتور، سي تو مانج طون روبا تو tu sortiras avec moi. Ça fait l'arto et n'est-ce pas que la laisse à bleu ton dia là. Mais oui, mange sortira. Mange sortira. Très bien. Mais bien. Et là, d'abord, je vais vous faire la raquem. Tlata. السؤال رقم 3 في الغالب مشكل من عندك، كلشي كيسمع. الوغ لا كيسيون نيميرو 3، الوغ نشوفو هاد لا كيسيون 3 دون لا فراس سي دوسو، يعني في الجمله اللي كاينه في التحت اللي هي هادي،
remplace le mot souligné. غنحيدو le mot souligné, هذا غنبدلو باش par l'expression équivalente que tu choisiras dans cette liste. يعني غنبدلو من خلال الكلمات اللي عندنا هنايا وحده فيهم غتجي بلاصتها. اول حاجه غنشوف بعدا مالغري. مالغري اش من درس كتنتمي ليه؟ واش الدرس ديال لا كوز ولا لا كونسيكونس ولا لو بوت ولا لا كومباريزون ولا لوبوزيسيون؟ حنا خصنا نكون خصنا نكونوا حافظينها. هادي اش من كتنتمي؟ هادي اكسبرسيون كتنتمي للدرس ديال لوبوزيسيون ديال التناقض ديال الضد. اذا منين انها كتنتمي ديال الضد يعني خص الجهه بلاصتها حتى هي عندها نفس الدور حتى هي ديال لوبوزيسيون. وغنمشيو نشوفوا دي زيكسبرسيون عندنا اون دي بي دو. اون دي بي دو اش من درس كتنتمي ليه؟ الدرس ديال لوبوزيسيون. ا كوز دو كتنتمي للدرس ديال لا كوز. او مومون دو كتنتمي للدرس ديال لو طون، هذا ما قريتوش. اذا مالغري كتنتمي للدرس ديال لوبوزيسيون، اذا اللي غتجي بلاصتها هي اون دي بي دو حتى هي لوبوزيسيون، بجوجهم اوبوزيسيون، هادي ديال لا كوز وهادي ديال لو طون، اذا هادي هي اللي غتجي بلاصتها. داكوغ؟ وغادي نديرو الجمله ما غيتبدل فيها حتى حاجه، ردوا البال، راه قال لك غير بدلو، ما قالوش لكم الترانسفورماسيون. وغادي ندير بلاصت مالغري غادي ندير اون دي بي اون دي بي دو. شنو هي المعنى تاع اون دي بي دو؟ بحال بحال مالغري، رغم رغم. صافي لا كيستيون 4. انتبهوا راه ماشي قالوا لكم اشنو. باقي ما كملناش ياك. وي باقي ما كملناش. لا كملناها. صافي كملناها، ما قالوش لكم اشنو كتعني، قال لكم ديروا بلاصه واحده اخرى. داكوغ فوالا. دابا نمشيو، علاش كتكتبوا لي اوبوزيسيون حنان ونيرمين؟ علاش كتكتبوا اوبوزيسيون؟ ما تكتبوش اوبوزيسيون. وي زينب، سي بلس بريزون بلس بريزون حتى هي كاينه، ولكن نهار الامتحان الموحد راه ما كيطلبوهاش منكم. ردي البال، ما ديرهاش نهار الامتحان، ما ديرهاش نهار تيطلب نهار تحط لك سي بلس بريزون تيبغيك تعطي الفوتور ماشي لو بريزون. صافي نهار الامتحان ما ديرهاش، ما ديرهاش باردون. دوسي ميم سي، لا 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 بنتي دوسي، راه ماشي طلبوا منك انك تبدليها باكسبرسيون من دماغك، لا راه بغاوك غير. قال اشنو قال لك؟ قال لك غتحيدي هاد مالغري. داكوغ؟ قال لي هاد مالغري غتحيديها، ولكن غتغومبلاصها بوحده من هاد الثلاثه، وحده فيهم صحيحه، غتجي بلاصتها. هما راح حدوا لك انا هي اللي غديري. قال لك هادي ضربي عليها، ولكن ديري وحده اخرى بلاصتها من هاد الثلاثه، انا هي فيهم اللي غتجي بلاصتها. صافي نمشيو دابا لا كيستيون 4. لي ربي بينيت اون ريفورمولون، يعني حنا كنعاودو نكتبو لا فراز بريسيدونت، نفس الجمله هما عاودو كتبوها لينا، ولكن اش دارو؟ بلاصت مالغري او اون دي بي دو دارو لنا بيان كو، وحتى بيان كو الى انديك لوبوزيسيون حتى هي عندها علاقه بالضد. وقال ليك الى جمله في هادو غتكون صحيحه غنستيوا. نتوما عارفين القاعده ديال بيان كو، بيان كو كيتبع واحد الدرس سوسان جاك النعاس وسريت نسيت يكمل اللايف وديك الساعه شوفيه مع راسك. الوغ هنا اش قال لك؟ بيان كو لاحظوا ديال لوبوزيسيون باش نعرف اين هي الجمله اللي غندير، اين هي اللي غتكون صحيحه، نشوف لو فيرب اللي تبعها. بيان كو اش من طون كيتبع؟ نتوما عارفينو سي لو سوبجونكتيف بريزون ولا لو سوبجونكتيف عامه. اذا باش نعرف اين هي الجمله الصحيحه من هادو غنشوف لو فيرب اللي تبعها. بيان كو تبع لو فيرب بلو، هنا سي لو بريزون دو لانديكاتيف. بلوف سي لو سوبجونكتيف، بلوفرا سي لو فيتور. اذا اين الجمله بانت لكم؟ هي الجمله الثانيه الوسطانيه. علاش؟ حيت بيان كو كيتبع اصلا لو سوبجونكتيف. اذا هادي اللي غنستيو، ما غنستيوش هادي وما غنستيوش الفوقانيه. صافي وي لا فراز دو فوالا، هذيك سي فاسيل، انا خاص تعرفي غير لو طون. الوغ الجمله الثانيه اللي هي لي باديا ب صوفي بيان كيل بلوف بيان كيل بلوف. صافي لا فراز 4 او بلوتو ليكزارسيس 4 ار ديكزارسيس 4 غادي بي ا بي ليكزارسيس 4 عندنا هنا عنده علاقه ب سميتك التمرين ديالنا عز الدين، راه كانوا جوكرو واضح، راه انا قال لك غير غتستهدف هاد الجمل، اين هي فيهم اللي صحيحه؟
راه نفس الجمله بنفس الحروف بنفس كل شيء، ولكن لو طون ديال لو فيرب اللي كيتباع بيان كو هو اللي كيحدد ليك. لا اصلا حنا بيان كو كنعرفوا بانه كيتباع لو سوبجونكتيف، اذا غنقلبوا على لو سوبجونكتيف. لقينا بان هنا بلو بريزون بلو سوبجونكتيف هي اللي غنحط، هادي اللي غنستيو. داكوغ. الوغ نمشيو دابا نشوفوا لا فراز 4. غوليف دون لو تيكست دو مو سو رابورتون او شون ليكسيكال دو لا بلوي. غتجبد ليا من خلال النص جوج ديال الكلمات ماشي عباره عندهم علاقه بالحق المعجمي ديال لا بلوي الشتاء. حنا شفنا كاينين اكثر من جوج، انا غنديرهم لكم كاملهم ولكن نتوما كديروا غير وحده. كاينه غوتيير، كاينه غوتيير، كاينه جيت دو مويي، وكاينه ترومبي. هادو كلهم عندهم علاقه بلا بلوي. خديجه ماشي ما ديريهاش، هي صحيحه ولكن راه امتحان بنتي راه ما كيطلبوهاش منك. راه امتحان ملي كيعطيك استاذ سي بلس بريزون خاصك تصرفي في الفيوتور، الا درتيها راه تعتبر خطا. سمعتيش بنقول لك هي راه كاينه ماشي ما كاينش، ولكن راه امتحانات موحده راه ما كيحطوهاش، ما كيبغوكش اصلا تكتبي لهم بريزون بلس بريزون صافي. الوغ لو شون ليكسيكال غنكتب لا بلوي وغادي ندير عندي غوتيير وعندي كذلك جات دو ولا دو بحال بحال ولا كذلك مويي ولا ترومبي صافي. حدا شحال ما تبغوا منكم جوج يا اما ديروا هادي ولا هادي، المهم جوج ما تفوتوهمش، ما ديروش بحال اربعه. انا درتهم انا جبتهم كامله باش اللي عنده خطا ولا صحيح يصحهم. داكوغ. الوغ ترومبي اتونسيون، ترومبي اللي كتبتي نتايا ب او ام راه ماشي ترومبي اللي كاينه تما، ترومبي او ام هي شي واحد كيخون شي حد اخر، ترومبي افيك او ام هي اللي ملي تكون الملابس مبلله. شوفوا دابا نشوفوا رقم اربعه في بي. ليبوتيز راه هي الفرضيه، راه الا بتفهموا شي حاجه شوفوا دابا. دابا ما عنديش كيفاش نشرح لكم، سيروا الانترنت سيروا اليوتيوب اللي عنده الوي في الدار يمشي اليوتيوب، القناه عندي راه فيها كلشي ما عندوش فين يحصل. الوغ نمشيو دابا نشوفوا لا كيسيون 4 في بي. اوبسيرف لي تيرم سويفون، قال لك غتشوف هاد لي تيرم هاد الكلمات هادو بوي ريكوبي لو مو او من بعد غتكتب لو مو الكلمه وحده وحده كي نابارتيان با ا لا ميم فامي اللي ما كتنتميش لنفس العائله. هادو كلهم تنتميو لنفس العائله ولكن واحد فيهم ماشي نفس العائله. كاينه شوفو اللي هو الشعر، كوافور اللي هي القصه او شي كوافور نقول بحال دابا قصه دار القصه لشعرو، بين هي المشطه، فريزي هو بوكلي، بين هو الالم. اذا الداخل في هذه المجموعه هو بين هو الالم، لا علاقه له بهادشي ديال الشعر وكلشي. تري بيان وي. قناه غتدخل تكتب حسنى بوستاني غتكتبها غيعطيك غيبان لك بزاف ديال لي طابلو كل مره درس. داكوغ. الوغ الدرس او بليتو الكلمه الداخله هي بين صافي. شو دابا لا كيسيون 5، لا كيسيون 5 هذا راه ساهل ماهله واخا كيبان لكم هكا. لا اتونسيون تولغا تولغا ابردي ماشي بيان، بين بين اكتبوا مزيان عاودوا اكتبوا مزيان. لا كيسيون 5 لاكيل دي فراز سي دوسو اكسبريم اون هيبوتيز. هنا هي قال لك اللي في هذه الجمله اللي كنعبروا فيها على ليبوتيز. الوغ باش كنعرفوا ليبوتيز، ليبوتيز الا ما كانش مستعمله ليكسبرسيون ديال ليبوتيز نتا اللي حافظ الا وي الالم، الا ليكسبرسيون ديال ليبوتيز نتا حفظهم وما لقيتيهمش في الجمل وتلفتي، تاني حاجه تقدر تمشي لها من بعد لي زيكسبرسيون هو لو طون ديال لو فيرب. ليبوتيز كنستعملو فيه جوج ديال لي طون، يا اما لو سوبجونكتيف يا اما لو كونديسيونيل. الا كان لو باسي كومبوزي لامبارفي لو بريزون اي طون من غير هادو راه ماشي ايبوتيز. نشوفو لا بروميير فراز مويي مي شوفو فريزري بوتيتر. الجمله كاملها غنجبد منها لو فيرب نقلب عليه غنلقى هو فريزري ونشوف لو طون ديالو اش من طون. هذا سي لو كونديسيونيل بريزون.
نمشي للجمله الثانيه، نشوف لو فيرب فريز اش مونطون هذا، سي لو بريزون دو لانديكاتيف. ونمشي للجمله الثالثه وغنلقى لو فيرب هو اون فريزي، اون فريزي هو لو باسي كومبوزي. اذا شنو قلت لكم؟ قلت لكم ليبوتيز. مزيان ياسمين، ليبوتيز باش كنعرفوها، يا اما باستعمال لو سوبجونكتيف يا اما باستعمال لو كونديسيونيل. وحنا فين لقينا لو كونديسيونيل؟ لقيناه في لا بروميير فراز اللي هي هادي. اذا ها هي الجمله اللي فيها ليبوتيز هي هادي، يا ا. وباش عرفناها كذلك كاينه بوتيتر، بوتيتر هي عباره من العبارات ديال ليبوتيز ديال الفرضيه. صافي، الوغ اللي فيكم ما كانش حافظ هاد لي زيكسبرسيون ديال ليبوتيز، يمشي فقط لو طون ديال لو فيرب، الى لقى كونديسيونيل لو سوبجونكتيف اذا راهي ليبوتيز. صافي، وغادي ندير خمسة لا فراز ا. شدابا لا كيسيون 6، لا كيسيون 6 اه لا مزيانه وي ياسمين، اه بوتيتر، اه كتبين عليها المشكله ياسمين. ال بارفو ما كيحطوش لك حتى بوتيتر، تيخليوك مع لو طون مدابزه مع لو فيرب، لو طون هو اللي كيبينك ابخي، يعني اخر حاجه تقدروا تلجؤوا لها في ليبوتيز هو لو طون ديال لو فيرب، هو اللي غادي يفك لكم المشكل. وكتارين الفتى الانيق، كتارين كتارين شحال قد ديما نقول لك، اللهم سير القناه تلقى كلشي فيها. نمشيو دابا لا كيسيون 6. ان سادريسون à son épouse، يعني هو كيهضر مع الزوجه ديالو، لو بير دو صوفي ابو صوفي، كي اي بلو جونتي، هي قال لك هو زعما ظريف على مرتو، اي بلو كومبريونسيف واكثر تفاهما للبنت ديالو، ا اتيليزي اون كونسيسيون، يعني ماذا؟ يعني تقبل الفكره نتاع شنو هي كونسيسيون، يعني تقبلتي الفكره نتاع الام ولكن ابخي غادي يرفضها لينا. كومبليت سا فراز دو فاسون ا اكسبريمي اون ريفوتاسيون، الاب ما متفقش مع امها، داك العقوبه دارت ليها ما عجبوش الحال، ولكن اشنو خصو يدير ولا اشنو دار؟ مشى تقبل الفكره نتاع الام نتاع مرتو اللي هي مت صوفي، ولكن غادي يعززها بالرفض ديالو بطريقه غير مباشره. شنو قالت هي؟ هو الاب تيقول نفس الجمله نتاع الام، قال سخت طبعا طبعا نوتر في صوفي اي سورتي ميم سي تو لو لوي افي انتردي، قال طبعا بنتنا صوفي خرجات من الدار واخا انتي منعتيها. هادي فكره نتاع الام، هو الاب شنو دار؟ تقبلها منها، قال لها ما عندي ما نقول، عندك الصح، مي ولكن يعني نتوما اللي خصكم تكملوا. شنو خصنا نقولوا هنايا؟ هو ما عجبوش الحال انها عاقبت البنت داك العقاب، اش غايقول ليها؟ عطا الله ما يتقال، غادي يقول لها مي il ne mérite pas cette punition، يقدر يقول ليها ولكن هي ما كتستحقش هاد سميتها هاد العقوبه. او ممكن نهزوا هاد الجمله هادي اللي كاينه في النص ونكتبوها باش نعززوا الفكره ديالتنا، راه ممكن نهزوها. نقدر يقول ليها مي tu ne peux pas la laisser rester dîner avec nous les cheveux en l'air la robe trempée مثلا، ولا يقول ليها عطا الله ما يقول، ولا يقول ليها مي زعما مي il ne faut pas qu'il reste avec nous la robe trempée، يعني ما خصهاش، اي عندك الصح بنتنا ما عصات الاوامر وكلشي، ولكن ما كانش عليك تخليها تعشى بحوايجها فاسقين. داكوغ، فين هادشي؟ بسمة امل، هاد الجملة فين بغيتي نديرها لك؟ وي غيفيتاسيون، اميمة، اميمة سي غيف، وي هي الرفض، فوالا طولكا، مي سيت بينيسيون اي سيفيغ، اي هاد العقوبة قاسية عليها. انا غنكمل غنكتب مي، انا دابا فكرتي هادي، مي ال نو ميريت با ولكن لا تستحق هذه العقوبة. انتم اي فكرة قلتوها غير تكون هي متناقضة الفكرة الاولى، ما تكونش نفس الفكرة عندهم بجوج. داكو، نمشو دابا لكريتور، اي تسمعوني يا البابا تبدا عاود تاني اكريتور. مي دليله، مي كاينه ماشي ما كايناش، خاصك انت تعطي الجمله الاخرى اللي غتكون معارضه لداكشي دات الام. داكوغ، وي سيت بونيسيون اي ديفيسيل، اتونسيون بونيسيون كيفاش كتبتيها انا لمين؟ داكوغ، الفتى الانيق، هاد لا كونسيسيون كي كتبتيها راه ما صحيحه،
بسمة أمل. علاش؟ وي علاش؟ وي ساكنة في العزوزية بسمة أمل. مي تا بونيسيون اي سيفير. مزيان. دابا غنمشيو نشوفو لا برودكسيون اكريت. ايوب اولدي ميمكنش نعاود من الواحد، قربنا ساليو اللايف بزاف اولدي. اي مزيان. هذاك الشيء بالي بتاع الربع الثاني. لو طون هو الوقت، لو طون هو الوقت على رجاء الرحمن. الوغ شنو قالوا لنا هنايا؟ ان جور تي بارون تافي بيان انتردي دو فير تيل او تيل شوز. قال لك واحد النهار والديك منعوك انك دير شي حوايج، مثلا بحالاش سورتير دو لا ميزون بوندون لوغ ابسونس، تخرج من الدار اثناء الغياب ديالهم، اتيليزي لورديناتور دو طون فرير، تستعمل لورديناتور ديال خوك خوك ولا ديال اختك دو تا سور، الي على بلاج توت سول، تمشي للبحر بوحدك، اسيستي على انيفيرسير دون امي، تمشي تحضر لواحد عيد ميلاد ديال صاحبك او صاحبتك، او بيان تو روندر ا ليكول ا بيسيكليت، ولا تمشي للمدرسه بالبيكالا وما كيحبسوك انك تمشي بها. و 3 بوين يعني ماشي غير هادشي اللي بغيتي تقول. اور ولكن tu as désobéi، ولكن لقد عصيت اوامرهم، اي سولا تا كوز دي بروبليم، وقال لك هادشي خلق لك مشكل معاهم. غيديج ان ريسي دو كيلكو لين، قال لك غتعطينا تصاوب واحد واحد نص سردي من بعد لا بضعه اسطر، اون تونون كون دي كونسين سويفونت، وانت كتحاول توظف المسائل الثانيه. راكونت اي ديكري سو كي سي باسي، غتعاود لينا وتوصف لينا اشنو وقع. اتيليز لي طون دو ريسي، شنو هما لي طون دو ريسي؟ خاصك تستعمل فيها لامبارفي اي لو باسي سامبل بو راكونتي بو ديكري، لان غتوصف اكيد الاحساس ديالك اتسيتيرا. هنايا قال لك فيز اتونسيون لا كوريكسيون دو لا لانغ، قال لك رد البال المسائل اللغويه، اورتوغراف كونجوغيزون غرامير فوكابولير، وهنايا بونكتواسيون. هنا دائما المصحح في في الانشاء هي فاش كينقص النقاط، حتى يكونوا دوسي خدمتو البارح مزيان. لي زيتاب لي زيتاب، انا دابا غنبدا نكتب لكم وغنقول لكم ها البدايه ها المشكل ها لي بيريبيسي، وحنا غادي صافي. لا لا بنتي تالي لا ما تشدكش الدوخه، ان شاء الله ما يكون غير خير. الوغ تبعوا معايا باش تعرفوا باش تعرفوا كيفاش خدمتها. اول حاجه غنبدا بالبدايه، البدايه كنستعمل فيها لامبارفي صافي، كنستعملو فيها لامبارفي لانه ما كاينش المشكل، والبدايه ممكن نوصف فيها، ممكن ندير فيها اي حاجه في البدايه. باش نقاد الكاميرا وي باسي سامبل اي لامبارفي صافي. تبعوا معايا شوفوني كيفاش غنستعمل، واي حاجه درتها الا غنقول لكم علاش درتها. باش نعاود نقاد هادشي، نقرب لكم شويه الكاميرا. غنكتب شي حرف ونشوف واش مقاده ولا لا. سي تي alors c'était un jour d'été. C'était un jour d'été. Il faisait un soleil de plombe. Il faisait un soleil de plombe. J'étais à la maison en train de regarder la télévision. كتبان لكم مزيانه؟ الوغ اون تران دو روغاردي لا تيليفيزيون كار جو نو بوفي با سورتير دون سا
7 chaleur infernale. Dans cette chaleur infernale, je m'ennuyais à mourir. لحد الآن استعملت لامبارفي لاحظتوني استعملت لامبارفي ولكن ضروري دابا نشرحوا المسكيني هنا استعملت لامبارفي البداية وصفت في ذاك النهار كيفاش كان الجو وصفت راسي فين وهنا كنبين دائما في البداية كنديروا فيها المكان والزمان وانا كنهضر على راسي اش كنت ندير ذاك النهار كنستعمل لامبارفي اذا لحد الآن ما كاينش المشكل وباقي واخا غنستعمل الباسي سامبل واخا غندخل في الباسي سامبل ماشي بالضروره غادي يكون مشكل باقي في البدايه وغادي نقول مثلا سودا une idée me vint à la tête. هنايا استعملت لو باسي سامبل هذا لا يعني انني دخلت في المشكل لا لحد الان باقي ما كاين حتى شي مشكل شرح لكم سيتي ان جور دو ديتي كان يوما من فصلي كان يوما صيفيا il faisait un soleil de plomb كانت الشمس حارقه j'étais à la maison كنت في المنزل en train de regarder la télévision وانا اشاهد التلفاز car je ne pouvais pas sortir لانه لا يمكنني ان اخرج dans cette chaleur infernale ان اخرج في هذه الحراره الجهنميه je m'ennuyais à mourir لقد مللت لحد الموت يعني اموت بالملل soudain فجاه une idée me vint à la tête فكره يعني جانت في راسي فكره يعني واحد فكره تحت عليا واخا استعملت لو باسي سامبل راه باقي ما دخلش للمشكل شناهي هذه الفكره اللي غادي تكون عندي Deux points. Il fait que là, s'emparer un peu. S'emparer un peu de la tablette de mon grand. De mon grand. De mon grand frère. S'emparer un peu de la tablette de mon grand frère. Même s'il m'interdisait Alors, même s'il m'interdisait d'y toucher. Yannick لقد جالت برأسي فكرة وهي كالتالي S'emparer un peu de la tablette de mon grand frère. انفرد قليلا يعني انفرد واحد الحاجة قليلا tablette هذا شنو تابلت لوحة الإلكترونية باللوحة الإلكترونية الخاصة بأخي الأكبر ميمسي رغم أنه يمنعني من أن ألمسها ميمسي إل مانترديزي دي توشي يمنعني من لمسي لا تابلت باش ما نعاودوهاش جوج مرات درنا بلاصتها إيكغيك صافي جوسكا ماتنا ما كاينش المشكل أنا باقي فرحان بها جيتي أنتوزياست هذه البارح سولت على واحد الدري جيتي انتوزياست يعني كنت متحمسا ملاصقه كنت متحمسا جو لي شيرشي بارتو جو لي شيرشي بارتو والله باقي بقى مسجله التكست راه تبقى محطوطه جو لي شيرشي بارتو Enfin, je l'ai trouvé
J'ai joué avec plusieurs heures. J'ai joué avec plusieurs heures. Voilà. Quand on a un point. Quand j'ai décidé de la remettre à sa place, elle s'est glissée et tombée au sol. اسيا دي درج درنا ديك ايغريك درناها حيت تنقولوا ايل مانتيرديزي دو توشي ا سا تابليت ما كاين تكرار ديك ا سا تابليت غندير بلاصتها هنا ايغريك هذاك شفنا واحد الدرس ديال لي كومبليمون دوبجي انديريكت اللي تيكون سابقه ب ا كدير بلاصتو ايغريك انتوزياست ماشي اون ماشي ماشي هكاك انتوزياست فوالا وي بور رومبلاسي لا تابليت وي الوغ هنايا شنو انا غندير لكم لحد الان ما كاينش المشكل قال لك ميم سي ال مانتيرديزي توشي يعني كيمنعني انني نقيسها بوان جيتي انتوزياست كنت متحمسا جو لي شيرشي بارتو بحثت عليها في جميع انحاء المنزل انفان جو لي تروفي واخيرا وجدتها اي جي جوي افيك ولعبت بها بليزيوغ زور ساعات كثيره كون جي ديسيدي دو لا ريميتر لحد الان ما كاينش المشكل حين قررت ان ارجع الى مكانها لا غوميتر ا سا بلاص هنا غيبدا المشكل ال سي غليسي اي طومبي او سول ممكن نستعمل هنا الباسي سام نقدر نقول ال سي غليسا اي طومبا او سول احنا كاع نديروها حيت طلبوا منا في سميتو طلبوا منا لو طون دو ريسي غنحيدو باسي كومبوزي هنايا وغادي نديرو ال سي غليسا اي طومبا او سول صافي ها هما لي طون دو ريسي استعملناهم هنا استعملناهم اذا المشكل بادي من هنا هذه فقط بوحدها هذه الجمله هذه بوحدها هي الفقره الثانيه ليليمون موديفيكاتور هذا سيتوياسيون انيسيال البدايه هذه من لهنا حتى لهنا هو المشكل داكور دابا غندخلوا في المرحله الثالثه اللي هي احداث اللي غايجيو من بعد هذا المشكل هذا اشنو وقع من بعد منه هما اللي غنكتبوا دابا الوغ ملي بنحطها بلاصتها وهي طيح زلقات ليا طاحت في الارض داكو عاد دابا غندخل لي بيريبيسي انا بانت لي الصوره واضحه الوغ هي كانت مشكل كونيكسيون دابا غنمشي لي بيريبيسي و لي بيريبيسي هي فاش غنحكي تاع الاحساس ديالي غنبدا انا بالاحداث اول حاجه انكابابل دو بوجي virgule incapable de parler d'accord incapable de bouger incapable de parler je suis resté cloué dans ma place comme une statue dans ma place comme une statue, comme une statue, mes yeux étaient exorbités, mes yeux étaient exorbités, mon cœur battait la chamade عقلو هادي هادشي كلش باش نكتبو هي المرحله الثالثه لا شاماد جينيوري
complètement. Complètement ce que j'allais faire. Les choses que vous savez, c'est que la toile, la marhala, le nus, c'est ce qui fait les péripéties, c'est ce qui fait les ahdats. اللي فيها كنقلبوا على الحل داكوغ هي اطول قرايه هي الكل في الكل بالنسبه للتكست نيجاتيف الوغ جافي ترو بور وباقي ما كملناش لي بيريبيسي جافي ترو بور داكوغ بوركوا جي لو باسي كومبوزي لو باسي كومبوزي كنستعملوه راه ماشي بالضروره ما نستعملوش كنستعملوه حيت سميتو حيت هو سي تان طون اللي كنقدر تا هو نغاكونتيو به راه لي طون دو ريسي راه ما كاينش غير لو باسي سامبل امبارفي راه لي طون دو ريسي راه فهمتو لو باسي كومبوزي فهم لو بلو كو بارفي داكور علاش كنركزو بزاف على لي طون دو ريسي لو باسي سامبل اي لامبارفي حيت كنستعملوهم بزاف في القصه البوليسيه اما ان تكست نيجاتيف بحال هكا كنسمع فيها لو باسي كومبوزي ماشي مشكل داكور غير هو بالنسبه الا بتوصفي مثلا احساس ديالك او بتوصفي شي حاجه في الدار او شخص كتستعملي لامبارفي الا كان شي حركه مفاجئه كتستعملي لو باسي سامبل داكور اما الا كان دي فراز عادي ما تقوليش حاجه جو سوي سورتي هنايا ولا جي مونجي كتستعملي فقط لو باسي كومبوزي داكور وي وي مدام وي 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 باردون سميت ايلام وي اون بو دير اون ديرو ان ديالوغ وي راه داكشي اللي غندير معكم راه غندير معكم ماشي ان ديالوغ بحال شكل ديسكور ديريكت ضروري خصو يكون في التكست داكور الوغ انكابابل شو حالكم انكابابل دو بوجي غير قادر على الحركه انكابابل دو بارلي غير قادر على الكلام جو سوي ريستي كلوي بقيت في في مكاني مسمرا كلوي جايه من المسمار كلوي دون ما بلاس بقيت مسمر في المكان ديالي كوم اون ستاتو كتمثال يعني تجمد بالخلعه ميزيو ايتي اكزوربيتي عيناني كانت جاحظتان اش كتوقع مثلا كتحرك كتهزا كترش ليك كترش ليك قدامك ديك الخلعه كتخرج عينيك كتبقى تشوف داك الشيء كتفيكسه وكتخرج عينيك مون كور باتي سمحوا لي تقطع اللايف الوغ il me dit ماذا قال لي ابي il me dit qu'est-ce que tu fais نكمل هنايا qu'est-ce que tu fais باقي في لي بيريبيسي ما كملناهمش باقي في المرحله الثالثه qu'est-ce que tu fais avec la tablette de ton frère alors brusquement la porte de la maison s'ouvrit fajatan yuftahu le bab c'était qui innahu c'était fina ya mon père smihou liya c'était mon père ma عرفت مالي تلفتها هي هنايا وكنديروا نقطه c'était mon père نقطه furieux غاضبًا يعني ابي il me dit يقول لي qu'est-ce que tu fais ماذا تفعل avec la tablette de ton frère باللوحه الالكترونيه لاخيك شنو كدير بها بوين j'avais ولا j't'avais je t'avais interdit je t'avais bien interdit de toucher à ses affaires de toucher à ses affaires باقي الابتي هذا pourtant tu as désobéi pourtant tu as désobéi point voilà قال لي ماذا تفعل باللوحه الالكترونيه لاخيك je t'avais bien interdit لقد منعتك de toucher à ses affaires انك تقيس الحوايج ديالو pourtant ولكن لقد عصيت الاوامر هذه جمله ديال تباع حنا باقين في لي بيريبيسي
راه انا كيبان عندي مزيان اولدي ديال الشرح. ها هي التكست شرحتها فيغ يعني غاضب، تيقول لي يابا علاش اشنو كدير بالطريقه ديال خوك، ياك شحال من مره حبستك انك ما باقيش تقيس ليه حوايجو ومع ذلك ما تصنتش ليا. الوغ باقي في لي بيريبيس. هنا غادي ينتقل الولد بوان وغادي يقول جو ني با بي، جو ني با بي مو ديفوندر. لا باتي هنا كملنا لي بيريبيسي، هادي كلها المرحله الثالثه. دابا غادي نمشيو عند المرحله قبل الاخيره اللي هي الحدث المتوازن، هي فاش كيعترف داك الدري بانه فعلا دار خطا وغادي يقول هادي غاشو. دابا المرحله الرابعه جو ني با بي مو ديفوندر، je n'ai pas pu me défendre car il avait raison. Voilà. Alors هنا المرحله الرابعه يعني توازن القصه، هي فاش كان داك الطفل كيعترف قال لهم انا ما قدرتش ندافع على راسي، علاش؟ car il avait raison يعني لان ابي كان على حق. هذا توازن القصه. دابا غنشوفوا النهايه اشنو صدر من بعد اش اللي دار هذا الولد هذا، وغادي يقول لنا كوم بونيسيون داكور مون بير ما انتردي دو sortir m'a interdit de sortir jouer avec mes amis devant la maison pendant une semaine. Pendant une semaine, Emma privée Emma privée de regarder la télévision aussi. Ouais, dit Yanni Haya. La situation finale. يعني رقم خمسة. خمس مراحل. ألو شنو قال هنايا؟ وكعقوبة لي يا كأسية هاجر من الأحسن دويري ديري شوية ديالوغ، ماشي ديالوغ غير هكا واحد جملة فيها شنطة. ألو كون بونيسيون كعقوبة لي مون بيغ ما انتردي أبي منعني دو سوغتيغ جوي أفيك مي زامي أن أخرج أن ألعب مع أصدقائي devant la maison يعني أمام منزلنا pendant une semaine لمدة أسبوع. إما privé وحرمني privé يحرمني وحرمني de regarder télévision aussi من مشاهدة التلفاز كذلك. وسالينا وعلى سلامتكم وعلى سلامتي، نتمنى تكونوا شوية استفدتوا داكوغ، ونتلاقاو غدا إن شاء الله مع موحد اخر داكوغ. ولا عطاش ديرو نتلاقاو نهار الاثنين، نستريح غدا صافي. عرفتي فريمون اليوم راه جيت من الحراسه مع الساعه 6 العشيه، واخا الا كان ممكن عفاكم تسمحوا لي نستريح غدا الحد والاثنين نعاودو نبداو، باش يبقى لنا الاثنين ثلاث الاربعاء الخميس باش نهار الجمعه تشد دوزو على خير صافي. نتلاقاو نهار الاثنين نستريح شويه. يلا خليتكم على خير ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والتيسير. لا ماشي مشكله بنتي خديجه، لا انا كنحاول نغوت باش نوصل لكم الصوص ديال اللي يكون ضعيف ولا شي حاجه. علاش اوكي مرحبا بنتي مرحبا. ميرسي سعيده المتفائله بالله. انا نقول على القضيه غتضحكي عليا،
راه انا الاولى اللي استاذه بارفو كنسرح مع التكست نقدر ندير فيها غير باراغراف وحده. انا الاولى ما عنديش ديك التقنيه انني نرجع نسطر هنا ولا كيفاش ندير هنايا، ما تعلمناهاش وبقينا غاديين بها انا غير على الله وصافي. المتفائله بالله انا في هذا النص ما كاينش مقدمه وعرض خاتمه. علاش؟ حيت ممكن غير في المقدمه كديرها في سطر واحد اه، ولكن ملي كتبغي تدخلي للمشكل، المشكل كتقدري تزديه مع الاحداث ومع القصه المتوازنه وعاد كديري النهايه بوحدها. اه غنخليه مسجل كوثر، غنخليه مسجل. مرحبا بنتي خديجه، شكرا راجيه، سوها شكرا. دعم مباشرة. لا بنتي بس ما تأمل ما تنديروش، كنت درتو شي يامات وتوقفت. بن عمرو مرحبا ولدي. أمينة بنتي سامية شكرا مرحبا. ريم ريم تخلقات. متفائلة مرحبا بيبي الله مرحبا. شيماء اش كنقراو؟ كنقراو الفرنسية. بروفيسور فور يو افورت ميرسي. نرمين حنان شكرا مرحبا. نرمين أميمة يلا نتلاقاو مرة أخرى. شاطر وسيم شكرا يلا أو غوفواغ، سير ترتاحو شوية. عبد الله مناف ماشي ماشي النص من أحسن لا ما تكتبش هاد الجمل بيان هاد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة لا، أنت شوفو شنو الإمتحان نقولك مع القضية نهار الإمتحان. أه لايف غنخليه مسجل. شوفو سوها مرحبا بنتي سامية شكرا. شوفو نقولك مع القضية نهار الإمتحان الإنشاء أنا مني وجبد. ملي تنقولوا لكم مثلا صابوا لنا هذا التكست، بغيناكم تهضروا على واحد مثلا واحد المشكل وقع لكم ولا هذا ولا هذا، راه شتي غير ملي كيعطينا التلميذ نص زوين فيه لي زيكسبرسيون زوينين اسميتو، غير مثلا غير حتى الاسئله مثلا ملي نقول لك عاود لنا شو وقع باش حسيتي واشنو درتي، غتكتب لنا اشنو وقع وباش حسيتي واشنو درتي، ما تكتبش لنا مثلا اشنو وقع وباش درتي عاد اش حسيتي. فهمتي شنو نقول لكم؟ يعني حنا ملي تيكون عندنا تكست مكموله كامله مكموله زوينه الفكره زوينه، ما كنبقاوش كنحكروا على مراحل السرد. خويو راسكم من هذه القضيه تمرضكم، خويو راسكم. شكرا هاجر ميرسي ياسمين. خويو راسكم من هذه القضيه هذه. شوفوا انتم نهار الامتحان الجهوي كتبوا الانشاء كيف ما كان كيف ما كان، غير احترموا الاسئله اللي كيحطوا لكم. قال لك سيدي عاود لينا شو وقع، عاود. قال لك من بعد منها غتقول لنا احساسك، احساسك نهار في المرحله الثانيه. قال لك عاود لنا اشنو درتي، داك اش درتي في المرحله الثالثه. ما احنا ما كيبقاش كيهمنا الحق حق خاصو ديرنا على البدايه خاصو ديرنا هادي نو، داكشي ما كنحكوش فين في التصحيح. وانا بدا تنقولها لكم من قلب الحدث لان استاذه كنصحح وكنعرف اش تندير. انا بدا كنهضر على راسي مي تكون تنصحو راه ما كنشوفوش داكشي ما تنقابلوش، ها العار غير كتبوا لنا شي حاجه زويونه حتى حنا كنقطوهم. داكو يلا نتلاقاو ان شاء الله. وهما اللي كيصحوا خديجه وي راه حنا كنصحوا احنا اللي كنصحوا، ولكن كنصحوا على حساب ماشي اقسامنا، كنصحوا على حساب الجهه. كيجيبوا لنا مثلا كلشي كيتحط في واحد النيابه مثلا جهه فاس بولمان، كيحطوا في ديك النيابه تاع فاس بولمان وكيبقاو كيفرقوا الفرنسيه على جميع المدارس ديال الكوليج اللي عندهم الفرنسيه، وكيبقاو الناس كيصحوا بلا ما كنعرفوا السميات نتاعهم اليوم. صافي يلا ايوا خليتكم على خير هاد الساعه، صبحوا على خير على الف الف خير. غنتوحشكم لنا نهار الاثنين. صافي نتلاقاو نهار الاثنين ان شاء الله. يلا او غوفوار. مباركة شكرا.